أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضغر المحني يمشي أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل وبنخلة جسمه واسمه قدم لينا دليل إن التعب الجسدي ونويسر بالحب أنيل أبو فنا شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل كان رغم غناه وكنوزه وإنه الأسرة سليل كان ناسك وسط الناس وكان ليلة وخليل أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل كان جاي يسمع خير ولا ينسى مريض وعلي والكل سجن بيزور ويرق الكل ذليل أبو فنا أبي مرشد شق بنور ألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل وفي لحظة العالم هندى لا يسوى حروب وصليل في الصحراء يعيش في سجود ووقوف في نهار أو ليل أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل أبو فنا أبي مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الميل أبو فنا مرشد شق بنور وظلام الليل بألم ضهر المحني يمشي الميل من بعد الليل شوفوا بقى يا اخوانا سيب الاكل سيب الاكل انت وهو انا اول واحد عرف بموضوع الوليمة دي حكيم انا كنت موجود هنا يوم الولادة واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد انا عرفت على طول ان المولود ولد لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت العموم لو كانت بنت او ولد عرفت انها تبقى فيه وليمه ومش اي وليمه يا اخوانا وليمه من الصنف المفتخر ايوه امال ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل ايدك يا اسكندر يا دخين يا ضفس يا دني انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي شرفتونا يا جماعه على ما جيتكم ديت هنا احنا متشكرين متشكرين ايه يا راجل متشكرين ايه ده احنا متشكرين وستين متشكرين ربنا يبارك لك فيه وترح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر هات لحمه تانيه يا واد يا لو انت مش خدت ولا ايه هاخد تاني هات له تاني يا لو هات له تاني
شرفتونا يا جماعة وعقبال عندكم جميعا. عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركة كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح. ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك. الله، اسكندر بس؟ يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟ لا يا سيدي، عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعة. ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟ حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واتنين وتلاته. ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سلوق؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، في ايه يعني لو عزم البلد كلها تهاته من الحبشه حتى الاسكندريه؟ اصله تعب من الشير وتقديم الطلبات للضيوف. يا سلام، وانت ما تعبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم عليهم عليهم. جراي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل، ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني. بقول لك ايه يا مرقص، ما تجر الشكل المول يعني، برضو اللي ما جر شكلك. وبعد لك يا لؤة، وبعد لك يا مرقص، الناس فرحانه يا جدعان. في ايه؟ خير؟ صوتكم جايب لاخر الحوش. لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلاتنا فرحانين بولادي الصغير. امال مالك زعلان ليه لو؟ ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد واعيان منفيس، نخدم على الواد كابوره ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشه ده. حد يقول الكلام ده برضه يا لو؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمه، لانك يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك. صح يا سيدي. ها لسه زعلان؟ حد برضو يزعل في يوم زي ده؟ طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعه كده. حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟ هسميه فيني. النخله يعني؟ ابوه بيقول ان النخله يعني الحب والخير والتسامح، النخله العاليه تتحدف بحجر ترد بتمره حلوه. ما هو لازم يطلع نخله، ان طلع لابوه ولا لامه لازم يكون نخله. على رايك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دام تتربى في بيت المحبه والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم وابن كرم. مش عارفه يا جماعه اقول لكم ايه، ده بس محبتكم الكبيره. ربنا يطرح لكم فيه البركه ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابه. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين، أمين. يعني إيه الكلام ده يا أبو؟ شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل إيه؟ نهتم بالمريض، ونعطف على المساكين، ونزور المساجين. يعني ايه المساجين؟ المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم. هو ربنا عايزنا نحب دول؟ ايوه يا حبيبي، ربنا عاوز نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا عدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وترونهم. يعني لو حد زعلني احبه، ولو حد شتمني برضه احبه، حتى لو طردني احبه برضه. انا بحب كل الناس يا ماما. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعل الخير.
حاجة لله يا محسنين، أي حاجة لله. الدنيا باين عليها زحمة ولا إيه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا، إلهي يعزكم ما يذلكم. حاجة لله يا محسنين. الله، إيه يا جدع أنت؟ مش تفتح؟ أنت باين عليك أعمى. إزيك يا زروم؟ الله، إيه ده؟ عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر. اتفضل يا زلوم، تعالى اتفضل انت، لاقي تاكل يا راجل. حاجه لله يا اخوانا، الهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجه لله. طب شوفوا بقى، انا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني انا بقول اهو يبقى ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ الظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجه، الناس كلها كحيانه. خد يا عم. الله، ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني. ايه يا عم، عرفتني منين؟ من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي. انا مش بعطف عليك، الفلوس دي بتاعتك. بتاعتي انا؟ غريبة دي يا فيني، طب فهمهاني. أيوة، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، وما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا. الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك، اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنة، قصدي يشوفوك، يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك. في حدود 2500 بلح. تقول ايه؟ ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلح كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينيك في النخله وبتفكر اكيد بتعد فيها كام بلح. شايف يا انس؟ شايف النخل والسماء، شايف السحاب. ايوه صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي. ليه؟ انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ايليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا لو ما كنتش اعرفك كويس كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس. وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي. بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني انا مثلا بلاقي نفسي في حياه التامل والخلوه والصلاه. عارف يا فيني انت بتفكرني بمين؟ مين؟ الرهبان الانبا بخوميس اللي اتنايح من كام سنه، والانبا شنوده اللي عايش دلوقتي في وجه قبلي، ده غير الانبا انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، سابوا الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟ يا ريت يا يونس، يا ريت. انت بتتكلم بجد؟ قولي لا. فيني انت فعلا فعلا بتفكر في الرهبنه؟ ده انا كنت بهزر. قول يا يونس، طريق الرهبنه ده لسه طويل قوي، لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم، وبعد كده ربنا يختار الصالح. ربنا فانا يا ابني، بيختار دايما الصالح، لكن البني ادم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل الثاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي
طلب باختياره انه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو. لكن ازاي اعرف مشيئة ربنا؟ اللي عليك يا فانا يا ابني انك تسلم الامر كله لربنا، وتسيبه هو يدبر امورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي، صلي وقول زي صموئيل النبي: تكلم يا رب لان عبدك سامع، تكلم يا رب لان عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق انك هتسمع صوته، صدقني وهيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لانه بيحبك اكتر ما انت بتحب نفسك، ولانه يهمه امرك اكتر ما انت يهمك امر نفسك. واعرف منين مقدار حب ربنا؟ اللي بيقول انا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف احب اخويا اللي بشوفه كل يوم، يبقى بيكذب على نفسه. لان حبك لربنا هو حبك لكل الناس. الكتاب بيقول يا ابي: لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول: هكذا احب الله العالم. ازاي يا ابي العالم يتحب ويتكره؟ كلمه العالم دي لها معاني كتيره، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا ان الام بتفرح بعد الولاده لانها انجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من قبله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي امرنا ربنا ان احنا ما نحبهوش، وده اللي بيسيبه الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم. كلها مش فاكش، واول ما اشوفه تقول لي ازيك يا يونس. كل ما اسال عليك يا بتطلع للرهبان البريه، يا بتعمل تسبيحه، يا بتصلي، المهم انك مش فاضل حد وخلاص. ايه حكايتك انت؟ اترهبنت خلاص ولا ايه؟ وايه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده انت ليك قاعده معايا. تعال معايا. وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها. يعني افهم من كده ان فيني اللي اتولد وفوقهم عليها ذهب بقت شغلته ضفر حبال وعمل مقاطف؟ صدقني يا يونس، ده عمل جميل بيعلم الصبر والتأمل. فيني، انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنة؟ ما صرفتش نظر؟ لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنة اكتر واكتر. عايز تفهمني ان فلوس ضفر حبال وعمل مقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقصك حاجة؟ وانا هحتاجها في ايه اصلا؟ تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب. سلام يا عم جري. سلام ونعمة يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟ لسه في العالم يا عم جرجس. دايما كنت ببعت لك السلام مع معاذ اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين، ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك. مين اللي رقد؟ انت ما تعرفش؟ ده معاذ ارتبال لي زمن دلوقتي. ياه
ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟ بس كده؟ لحظة واحدة. اتفضل ملح. خلي نسفيني، ده انتوا خيركم غرقنا. معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم. ايه ده سفيني ده؟ دي حاجة بسيطة يا عم عازر، معلش أنا مقصر في حقك، سامحني. ايه ده كله؟ دي بركة اللي ربنا يبعتها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد. ده كتير أوي يا سيدي. ما تقولش كده يا عم عازر. أمال ابنك الكبير فين؟ بطة محبوس أديله جمعة. ليه؟ خير؟ إيه اللي حصل؟ منهم لله اللي مشوه المشي البطال. معلش يا عم عازر، ربنا موجود. انا عارف ان ربنا موجود، وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش جزء للرحمة. فرع العود ملوش غير الكسر يا سيفين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر. ما تخليش الياس يخفى عنك رحمة ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مت ويحرمك من التوبة. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة مادام الانسان عايش، حتى لو متعلق على خشبة الصليب. صدقني لو قلتلك اني مش عايز اخرج من السجن، بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملوني ازاي. ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنسها لهم. بإذن الله لما تخرج من السجن حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، واكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك. اكيد فانا يا ابني، مادام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك. بس خلي بالك انت بقالك سنين رايح جاي على البريه، والبريه رغم ان بركاتها كتيره قوي لكن حروبها برضو كتيره. الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ربنا يقويك. وهتعمل ايه دلوقت؟ هرجع على بلدي منفيس، اخلص امور هناك، وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد اذنك يا ابي. ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك. مش شايف انك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ انا مش عارف انت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الاقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه. ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. انا خلاص هشتري براس اكبر في مكان تاني. اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ امتى؟ يا ريت دلوقتي. انت باين عليك مستعجل قوي جدا. خلاص طالما انت شايف مراس ولقطه يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني ان ارد جميل من جمالك. إن كان شيء
القمر وهلاك للنفوس. كل كنوز العالم فيا تصبح رزق لصوص وصوص، وهي ينفع للناس لو تربح نار ودمار وهلاك للنفوس. اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه. صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريت اباء القديسين. وصفيت كل مراسك؟ صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان يدوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت ووزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى. وخطتك ايه دلوقت؟ لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغارة اللي في الجبل الغربي. ياه، المغارة اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغارة صعبة جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيدة عن ابار المية اللي بيشربوا منها الرهبان. ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمة حياتي. فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لأن سنك 22 سنة ولسه صغير، لا، بص لقدام. بعدين المغارة دي صعبة جدا. صلي لي يا أبي وياريت تسمح لي أن أنا أخذ البركة دي. فأنا يا ابني، ربنا يدي لك حسب إيمانك. لحظة واحدة، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب إيمانك. يسوع، عملت شعبك في الصحراء يا رب 40 سنة من غير ما حتى تتقطع سيول رجليهم. قادر يا رب تعيننا من الضعيف. انت يا رب اخرجت شعبك يا رب الميه من الصخرة. قادر يا رب كرم المعطش. انت يا رب نورت بمزلة بعمود الدعاء. قادر يا رب تنور لزلمة حياتي وجهدي. لأنك يا رب بنتكل على وعدك، لأنك يا رب في كل وقت أنت الكفاية ووسط كل الصغار أنك مش هتخرج لخارج الدنيا. لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير إنها بعيدة جدا عن الآبار، أكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟ نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه. ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقة ذهب، صعب يعرف مرة واحدة يعيش في مكان زي ده. بصراحة انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان. ما تخافش، فانا انسان قوي، قوي بمحبته لربنا. أما حكاية ثروته الكبيرة دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. أما بقى من ناحية المغارة، فأنا عارف إنها صعبة جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيدة عن المية.
لكن أنا واثق إن ربنا حيوقف معاه، واثق كمان إن فانا قوي. المهم إن إحنا نصلي، نصلي من أجله، ونصلي عشان ربنا يمدله إيده. بإيدك يا رب الحنين قوي يا رب، وعدني واخدعك يا رب مكان سكنان بنفسك، لأنك يا رب عارف إني ماليش لا مركب ولا حزن ولا رجاء غيرك أنت يا رب يسوع. نقدر يا رب لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اسمه يبشر سيفون خنفة ويالي اسمه يرف خنية تشوسي اسمه يرف نفقان جيلو ستير ولي اسمه يرف نفزنا مستيرو اسمو يروف بيرين بيو هلير اسمو يفنسي وتيرو انت بيويني اسمو يروف نفهو انت نفهو يا ليريا. سلام يا عمي. سلام. على فين ان شاء الله؟ المايه اللي عندي خرصت، وهدينا رايح حمله مايه من البيه. انت ما سمعتش يا ابي عن عين المايه اللي نبعت في الجبل الغربي؟ المايه في الجبل الغربي؟ ايوه، في راهب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك، ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره. المسجد الكرب ده كان راجل قديس، ده انسان كان غني جدا في العالم، ترك كل شيء وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد. وكيف يا ابوي كيف سكن في المغاره دي لوحده؟ هو رغم حبه الشديد لكل الناس، لكن محب الحياه الوحده والخلوه، وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة. ربنا يبارك يا ابونا ويعيننا احنا كمان في جهادنا. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي، أغابي، أغابي يا أبي، أغابي يا أبي، أغابي يا أبي، تفضل. أنا آسف أبي على تطفلي وانقطع لي خلوتك، لكن اللي شجعني أنا سمعت عن محبتك للجميع
عمل انك بركتك. ده انا يا ابي اللي اخد بركه. اتفضل اتفضل. يا ريت يا ابي، يا ريت يا ابي تديني كلمه منفعه. المحبه يا ابي، المحبه هي اصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة، ولما رب المجد جه يوصف نفسه قال الله محبة، ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص بيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك كنفسك. أغابي يا أبي، أغابي، تفضل يا أبي. تفضل يا أبي. إيه دول؟ دول شوية حاجات بسيطة يا أبي لأجل الجسد. ده كتير أوي يا أبي، كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب، ده غير اهتمامك المستمر بالصلاة لأجل. مش عارف أقولك إيه، ربنا يعوض تعب محبتك، لكن المشوار كبير عليك، وخصوصا إني سمعت الموضوع ألم ظهرك. لا ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي وأقعد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة من أجل خلاص نفسي. ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا. أنت مثل حي للمسيح له المجد اللي كان بيقول يصنع خير، وبسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسمع فيها التسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته. أغابي يا إفرام. أغابي، اتأخرت قوي يا أبي، وأنا قلقت قوي عليك. يا ابني ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون. انا مش عارف اقولك ايه يا ابي. خير يا ابراهيم؟ انا طبعا يا ابي مش عاوز احرمك من البركة ولا اعطرك عن جهادك، لكن انا عارف يا ابراهيم انت عاوز تقول ايه، وحرد عليك يا ابني. اطلع يا ابراهيم برا، هات تلات حجارة وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل. حاضر يا ابي. اسم الصليب، ايه ده؟ لا حاجه عارفه وش الميه. Thank you.
يا فرام يا ابني، ايه اللي حصل؟ الحجر عانفق وش المياه يا ابي. وتعبت قد ايه؟ تعب بسيط قوي يا ابي. انا عارف يا ابني انه تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لاجل طاعتك. فهمت يا ابني؟ فهمت يا ابي. صدقني يا ابرام يا ابني، مفيش تعب يدي عند ربنا اجره ابدا. وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابنا. مش هو ده اللي كان شغلك؟ اخطيت يا ابي. انا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت ازاي انسان يقلل اكله بالشكل ده؟ في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش. ده غير 300 مطانية بالنهار و 300 مطانية بالليل. بصراحة قلت ازاي بني ادم يقدر يعمل كل ده؟ لكن دلوقتي فهمت يا ابي ان المحبة تحتمل كل شيء. غابي يا ابني، غابي يا متى يا ابني. اتفضل 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 يا ابني. ايه ده يا متى ده؟ ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد الهم يعني. كنت جاي لك يا ابني عشان تصلي لمريم بنتي، لحسن دي رحب وجيح لي جنبي. مالك يا مريم؟ لا وجيان يا ابني يا فولي. ربنا هو الشافي يا حبيبتي. حاسه بايه؟ الوضع اللي في دراعي خالص يا فوزي. اشكري ربنا يا حبيبتي. بعد اذنك يعني افرح امها. بعد اذنك يعني. على فين يا ابني؟ في ناس يا ابني غيرنا محتاجه الحاجات دي. يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزة. خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل. هو ما ينفعش ادفع واشيل دلوقتي؟ بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا. ولو اني كنت عايز اسافر الليلية دي، بس اقول لك ما جاتش من ليلة. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكرة الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تأمر بحاجة؟ لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك. طيب سلام. سلام ونعمل. لو سمحت. نعم. ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليلة دي؟ انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟ اصلا انا تاجر وجاي اشتري بضاعة ومسافر الصبح بدري. ياريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، وياريت يكون امان بعيد عن عينين الحرامية وقطاع الطرق. طب تعالى معايا، انت النهاردة ضيفي. ربنا يخليك، تجميل مش هنساهولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم. ده كفاية ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني. ازاي بقى يا راجل؟ ده انت ضيفي بالهنا والشفا. الخمر ده من اجود انواع الخمور. اشرب. متشكر متشكر قوي. Thank you.
بس مش صليب. ايه ده؟ مش صليب. ايه ده؟ في ايه؟ قتيل. قتيل. ارغابي. ايه ده؟ ارغابي، احنا لقينا القتيل ده قدام قلايتك. ايه الحكايه؟ قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز؟ انا ما شفتش الراجل ده قبل كده خالص، وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. خلاص، نبعت نجيب عزوزانا وهو اللي يقول لنا الحقيقه. انا هروح له. طب حاول تفتكر، انت ما شفتهوش قبل كده؟ ابدا صدقني. ما حصلش انك سمعت صوت خناقه او اي حاجه وانت في قرايتك؟ صدقوني يا باقي، انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص، وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. غاب يا ابائي. غاب يا ابي. ايه الحكايه؟ صدقني يا ابي، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص. تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟ يا ابي هروح امسك القاتل واسلمه للقاضي. وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه، وانا هاخد منه الذهب ابعته لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي. استنى يا ابرام يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم. حاضر يا ابي. دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح اتجع بسلام ليوم الدينونه. بركة كبيرة يا أبا فانا. البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة. أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل. وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فانا ما بسيبش في قلايته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟ معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني. حاضر يا ابي. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا، وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا. ما تكمل اكلك يا بونا. الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي. معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده. اخطيت يا ابي. سلامتك يا بونا.
خير؟ دماغك بتألمك؟ طب انا هجيب لك عفافانك. سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشافي يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر. أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي. أنا ابني اللي محتاج صلواتك. ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني ما فيهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته، وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي، لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني هنا ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني. خير من نفسه دايما يعور نفسه ويكسر كل حاجه حواليه. سلامتك حالي. ابعد عني، لو قربت مني اضربك، لو قربت مني اضربك. أيها الإله القادر على كل شيء، خلص عبدك من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة. طيب يا أبي، أنهي أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟ النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة. إزاي يا أبي؟ لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل، ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم. قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي؟ طبعا يا ابني،
لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس تخلي بالك يا إبرام يا ابني إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء. طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي. شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام. ايوه يا ابي. طيب يا ابني هات حتة عيش وشوية ملح. حاضر يا ابي. اتفضل يا ابي. متشكر يا ابني. خير يا فران؟ عاوز تقول ايه يا ابني؟ ليه يا ابي؟ رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر ثلاث ايام منها. يا ابني السيد المسيح اللي صام الاربعين يوم من غير احتياج واللي صاموهم زيه تمام موسى وإيليا، اكون مين انا المسكين يا ابني اللي تساوى بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني. أغاب يا أبونا. يا أبونا مالك؟ خير؟ في إيه؟ المجاعة حلق البلد يا أبي. الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها. الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي. المطر وقف والأرض جفت والزرع مات. يا رب يسوع ولادك في مجاعة يا رب، مين غيرك يعانهم؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجا يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب. فإن الرب أرسلني إليك، فانطلق إلى مدينة أسيوط وعود سائر أهلها، فإن الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر أمر خليقته. مين لي أنا المسكين اليوم بي أهل المدينة؟ إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، وخصوصا في المجاعة دي؟ اغفر لي يا زي. لم تقدر أن تعول نفسا واحدة ولا نفسك أيضا، لكن الله يعرف خليقته. حتى لو كانت كرمل البحر وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم، فاذهب إلى هناك. لأنك لا تعرف المستحيل، ولأنك وعدت يا سيدي.
فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص. ادينا في اخر القرن الرابع للميلاد ولسه في قديسين. ما لو القديسين خلصوه يبقى اقول على الدنيا السلام. معاك حق. ده مسافه ما رفع ايده للسماء وصلى. حل الخير على البلد من تاني. ولكن المجاعة مرت عليهم من اصل. ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياض. شوف الواد وش قوته. يا راجل سيبه هيروح فين يعني؟ ده جن مصور. وبعدين هذيك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوه ما عرفش اعطر عليه في الزحمه. أيها الرب الإله يا معطي الحياة لكل ذي جسد يا من دست الموت وقهرت سلطانه يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك نؤمن يا سيد فأعن هذا الإيمان قوم يا ابني. مالك يا أبي؟ خير؟ في ايه؟ الملك سؤدوسيوس العظيم تنيح. معقول؟ ده هو اللي رفض الهراطقة أباد الوثنيين
وأولاده واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيملكوا من بعده. وإمتى ده حصل يا أبي؟ النهاردة يا ابني. النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ إزاي؟ أنت متأكد يا أبي؟ سمعت خبر الملك سيريسيوس؟ ماله؟ مات. مقول الكلام ده؟ أيوة، ده الخبر ملا البلد، ده كل اللي جاي من بلاط بيأكد الكلام ده. طب ما تعرفش الكلام ده حصل إمتى بالتحديد؟ حصل بالظبط يوم 19 يناير. 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا. بتقول حاجة يا أخ؟ لا لا لا، متشكر جدا، بعد إذنكم. السلام. عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوص ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته. ربنا يديله الصحة. عفا فانا ده بركة كبيرة قوي، ربنا يشفيه ويرحمه الألم. انا مش قادر ادخل المغارة واشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخلة. قد جاهدت الجهاد الحسن، واليوم أريحك من أتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائية. يفرام يفرام. نعم يا أبي. المسيح تعالي ويريحني. روح ابعت لابونا عشان يعمل قداس ونتناول من الاسرار. حاضر يا ابي. الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. بركون يا بائي الأطهار وقبلني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.